أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى مشهد جديد في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة وكيفية مواجهة تنظيم الإخوان فكريا وأمنيا. فقد قتل اليوم شرطي وأربعة أشخاص في اشتباكات وكبت تظاهرات تنظيم الإخوان في القاهرة التي لم تنجح في حشد الشارع في ذكرى فشل قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة قبل عام. قالت المصادر الأمنية إن أربعة أشخاص قتلوا في القاهرة في مواجهات بين متظاهرين من جهة ومعارضين لهم وقوات الأمن من جهة أخرى، وأعلن قبل ذلك عن مقتل شرطي بالرصاص بأيدي مسلحين وإصابة 17 شخصا في مختلف هذه المواجهات، كما تم توقيف 104 أشخاص في مختلف أنحاء مصر بحسب بيان لوزارة الداخلية. وقد كثفت قوات الأمن المصرية انتشارها في مختلف أنحاء البلاد تحسبا لتظاهرات دعا إليها تحالف مؤيد لجماعة الإخوان في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة في 14 من أغسطس عام 2013. يشرفنا بالحديث في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى للتحليل ولقراءة المشهد الحالي الأستاذ سامح عيد، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا بك أستاذ سامح. أهلا بك. أهلا بحضرتك. واسمح لنا نبدأ بتقرير يستعرض الذكرى وتطورات الأحداث حتى اللحظة، ثم نعود لنقرأ ما حدث وما يحدث واستشرافا لمستقبل أفضل لمصر إن شاء الله. تابعونا مشاهدينا الكرام. في إطار المخطط الفاشل الذي تنظمه جماعة الإخوان الإرهابية، أصبحت مصر تقف بين طرفين يمثل الأول فيها الجهود الأمنية المكثفة لاستجماع قوة الدولة وإظهار هيبتها وسيادتها، أما الثاني فهو تلك الجماعة التي ظنت عن وهم أنها تستطيع كسر أنف هذا الوطن. ومع حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، عززت أجهزة الأمن في كافة محافظات الجمهورية من إجراءاتها للتصدي لأي محاولة تخريب من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي. في المقابل وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الذين استخدموا الأسلحة النارية في مسيرات لهم في عدد من مناطق الجمهورية، حيث أطلق عدد من عناصر الإخوان الأعيرة النارية على قوات الأمن خلال محاولة تفريق المسيرات. على الجانب الآخر، استمرت الصورة الطبيعية للحياة بمحافظات الجمهورية والسيولة المرورية وانتشار أفراد المرور بمختلف المحاور والطرق المرورية. قد يعني فشل تظاهرات الإخوان في إحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتضاءل قدرة الجماعة الإرهابية على حشد أنصارها. مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب أكد على سرعة إعداد وإصدار تشريع يغلظ العقوبات على من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة لمواجهة هذا التخريب الممنهج. وإذا كان للجهود الأمنية دور كبير في عودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع الوطن، فإنه لا يستطيع أحد أن يغفل دور الثقافة والنهوض بالوعي العام في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال التثقيف ونشر الوعي بين أوساط المجتمع وكشف حقائق ومخاطر هذا الفكر الضال الذي يحرق الأخضر واليابس ويعود بالمجتمعات المتحضرة إلى عصور الظلام. ومخاطر هذا الفكر. من جديد لحضراتكم تحية مشاهدين الكرام، أرحب بضيفي وضيفكم في هذا اللقاء من المشهد التحليلي الأستاذ سامح عيد، الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. من جديد أهلا بك أستاذ سامح. أهلا بك أستاذ سامح. يعني أطلب من حضرتك بداية قراءة عامة لمشهد اللحظة كما استعرضه التقرير، ما بين إجراءات الأمن وما بين الحشد القليل للدعوات التي أرادت أن تحيي ذكرى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة، مع مشهد ربما يعني انتبه له كثير من السادة المشاهدين بالأمس واليوم، وهو ما أطلق عليه يعني في اللحظة الأولى كتائب حلوان، واللي صححتها لي حضرتك قبل ما نخرج للهواء، وهي منطقة الحوامدية، فإن صح التعبير نقول يعني كتائب الحوامدية، يعني طبعا انطلاقا من قاعدة أنه ناقل الكفر ليس بكافر. أنا يهمني كمان حضرتك تحللنا ما قيل في هذا المشهد المصور، واللي حضرتك بحكم خبرتك تقدر تفهم ما بين السطور. تمام. هو المشهد العام يعني عشان بدون تهوين ولا تهويل،
دون الحديث عن المشهد العربي الخارجي إذا كان داعش أو ليبيا أو حتى حماس أو حتى السودان ومشاكلها والعراق، أيا دخولا في المشهد العربي الكبير الملتبس، إحنا المشهد المصري مشهد الأشد تمسكا، ولكن عشان نواجه هذا المجتمع الخارجي لازم نزيد من حدة التماسك الداخلي وتفهم الموقف واستيعابه بشكل أو بآخر. موضوع خلال 14 شهر الماضيين سنة وشهرين، الدولة حققت على مجال الأمن السياسي نجاحا كبيرا جدا في من غير من بص بقى من بعد 30/6 الأحداث اللي بعد كده، واليوم اللي صابح 14/8 اللي حدث في كرداسة وبعد كده حدث في البنية، وكل هذه المشاهد الضخمة احنا في مشهد مختلف تماما. نقدر نقول الدولة من ناحية الأمنية الأمن السياسي حققت انتصارا كبيرا جدا نقدر نبني عليه، تعافت وقدرت انها تتجاوز اللحظة تمام، ولكن بدون تهوين أو تهويل المشهد لم ينتهي بالكامل، لأن المشهد أكثر تعقيدا من ذلك. يعني المشهد أكثر تعقيدا بمعنى جموع الإخوان ربما كثير منهم بدأ يعمل استراتيجية مختلفة، يعني هم بقى لهم 3-4 شهور غالبا القيادات من الثلاث مستويات التنظيمية العليا ما بينزلوش المظاهرات نهائيا. اللي كان ربما بيدير المظاهرات الشباب الصغير اللي هم ربما في درجات تنظيمية أقل، ودولة اللي بنشوفهم في المقبوض عليهم كل بالضبط مرة. والجموع اللي تحتيهم دول مش إخوان، دول الحواشي الإخوان، حواف الإخوان، لأن فيش حاجة اسمها إخواني 15 سنة ولا حتى 20 سنة، لأن هو بيقعد 5 درجات تنظيمية من الاختبار وكذا وكذا لغاية ما يوصل لدرجة إن هو يبقى إخواني يدفع الاشتراك المالي أو يشارك في التصويت الداخلي أو ما شابه ذلك. بتوع التصويت الداخلي المنتشر انت بتتكلم على التصنيف القانوني، لكن كمان التصنيف الامني ان صح التعبير مبني على فكره انه دول اتم متعاطفين او مؤازرين. ما هو لا هو حتى هو حتى تعريفه التنظيمي كده بيسموه محب وبعد كده منتظم وبعد كده منتسب ومؤيد محب منتظم وهكذا لغايه ما يوصل لمنتسب وبعدين عامل وبعدين عامل ناشط اللي هم رتب التنظيم العليا. فاللي بيدخل ده اللي هو المحب او المتعاطف او المؤيد دول حقيقه مش اخوان، يعني بالمعنى التنظيم مش اخوان لان عارف كده، بس هم دول وقود المعركه، دول اللي بيموتوا في المظاهرات حاله ثوريه، مع دخلوا مع تنظيم الاخوان في حاله ثوريه وتحولت لحاله ثائريه، لان هم اللي دول بينزلوا دايما، فربما قريبه مات، ربما صاحبه اصيب، ربما هو ما عرفش حصل له ايه، فبتحول لحاله انتقام شخصي، وبعدين انتقام شخصي موجه لجهاز سواء الشرطه او الجيش ومعبأ بالكراهيه بشكل طيب. كبير. يعني جمله اعتراضيه وسامحني فيها قبل ما تستكمل حضرتك، لو حبينا نسال السؤال اللي يعني طرح بصيغه او باخرى على مدار ال 14 شهر اللي حضرتك اثرت يعني او اشرت اليهم، وحبينا نقول كيف يمكن نزع فتيل الحالة الثأرية على حد وصف حضرتك لها الآن، لأنه تمام. معروف أنه وقود الدم دايما دم، والدم دايما بيأتي بدم أكبر وبتبقى متوالية هندسية تمام. كيف يمكن وقفه؟ هل يعني وطبعا مطلوب أنه الإجراءات الأمنية تكون حاسمة وتكون نشيطة وكفأة، لكن هل الأمن وحده يكفي؟ تمام. إحنا هنقول أن في محورين مهمين جدا، في عنف مادي وفي عنف فكري. العنف المادي لازم الأمن يتعامل معاه، يعني واحد مارس العنف المادي بشكل مباشر مع أجهزة الأمن لازم تتعامل معاه بحرفية برضو، يعني ممكن تصيب الأول قبل ما توصل لمرحلة القتل وهكذا، ده بالنسبة اللي بيمارس عنف مادي. إنما في اللي هو معبئين بالكراهية، معبئين بعنف فكري، لابد أن نتعامل معاه يعني بالرأي وبالحوار وبالإقناع، لأن هما في حاجة إلى تأهيل نفسي. في فرق بين التأهيل النفسي والتهيج. للأسف الشديد الممارس حاليا عملية تهييج وليس من الطرف تهيج. الآخر بقى لأنه ما فيش الطرف المؤهل دلوقتي، ولا والإعلام أحيانا غير يعني أما ألاقي مثلا دعوات إن هو يتعامل يوم 14/8 ده احتفالية، يعني بقى يعني دراعي إن في ناس ماتت بشكل طيب أو بآخر. حتى لو نتهم أنا وحضرتك في السياق ده بإن إحنا إما إخوان أو متعاطفين مع الإخوان ولا يسأل فهمنا، لا لكن هزيتهم، بس أنا قصدي أقول وجهة نظري لا وده مطلوب، أنا هسيب حضرتك تكملها للنهاية، لكن كمان جنب ده لازم كمان نقول إلى أي مدى كان وجود مصر كدولة يعني مهدد، لأنه كمان رابعة كانت يعني شبه دولة، يعني تمام. في الطريق إلى دولة أو إمارة يعني بكل معاني الفض كان حتى الفض كان ضروري، وتكلمنا عن الفض على مدار ال 50 يوم إن هو لازم يتفض هذا الاعتصام، قلنا كتير في الإعلام هذا الكلام، وهو كان لازم يتفض. بس هو الفكرة زي ما قلت حركة في الفاصل إن هو الأمن، أنا متأكد إن الدولة والداخلية لم تكن في رغبة في إسالة الدماء، وكانت تتمنى أن يخرج الموضوع سالما قدر الإمكان، لأن هو مش في صالحها زيادة الدماء. والطرف الآخر كان معروف إن هو عايز دماء أكثر ليثير، عايز يصنع مظلومية، لأن هو على فكرة اللي ماتوا في رابعة يعني بكل تأكيد 90% منهم مش إخوان مسلمين، والرتب
التنظيمية الثلاثة العليا يا إما كانوا أثناء الاعتصام بيروحوا بس لساعة العشاء يصلوا التراويح وهكذا وينسحبوا، وحتى اللي كان بيبات منهم قبل الفضل، لان كل الدنيا كانت عارفه الفضل، الاعلام كله كان عارف والامن كان عارف. حضرتك مثلا يعني باشاره الى انسحبت كل القيادات، بعض القيادات تم القبض عليها زي البلتاجي وصفوت حجازي، ده غير مجموعه المنصه. انا بقول لك القيادات التنظيميه على مستوى المحافظات كلها انسحبت مساء عشان حتى تثير الشغف في المحافظات. فاذا اللي ماتوا في رابعه لم يكن اي منهم من الاخوان المسلمين تقريبا، يعني متعاطفين والمحبين ممكن، وحتى البرهامي قال بشكل واضح ان كان كثير من اللي ماتوا سلفيين وتابعين لحزب النور، ده قال كده في الاعلام يعني، فهم كانوا من الجماعات الاخرى او من المتعاطفين للاخوان. ففي النهايه انا بقول ان هم في مشكله نفسيه، وان هؤلاء في حاجه الى التاهيل النفسي وليس التاهيل. هو سؤال كبير، وانا شخصيا يعني وارجو ان حضرتك تسمح لي بالطرح ده، على مدار الفتره الطويله الماضيه اشرت الى انه في ضروره لده، وانه لابد ان تكون مؤسسات مثل الازهر يعني مكلفه بالقيام بالدور ده، لكن نرجع قبل ما نستوفي هذه النقطه الكبيره. ليه سؤال حضرتك شايف المشهد الحشد اللي ممكن يكون دعي اليه وما تحققش، تفسيره ايه؟ لا هو زي ما قلت لك جموع الاخوان دلوقتي الهدف الاساسي بتاعهم الحفاظ على التنظيم، واللي هو يمارس الارهاق للداخليه هو الشباب الصغير ده عن طريق مواقع الفيسبوك، حتى دايما تلاقي المواقع الرسميه بتتكلم عن المظاهرات السلميه وهكذا، ويقين ما فيش حد بيلزم القيادات. طيب على ذكر السلميه شفت ازاي الفيديو اللي فيه مجموعه من حوالي 20 فرد ماسكين اسلحه اليه ورشاشات ويعني بيخفوا وجوههم وبيتحدثوا عن سلميه بديله لسلميه يعني. لا ده بيقولوا لا سلميه مع الداخليه، الهتاف كان لا سلميه مع الداخليه. فانا قصدي اللي هم الناس اللي على حواف الاخوان او بعض التنظيمات الاخرى، فمع السنه وشهرين دول من التهييج والاثاره والتعبئه بالكراهيه وفكره الحق والباطل وفكره الدفاع عن الدين والدفاع عن الاسلام وما شابه ذلك، كل هذه الدعاوي اللي مرسوها على مدار هذه الفتره الزمنيه، في مشكله كبيره جدا ان في جزء منهم معد مهيئ نفسيا ان هو ينتمي انصار بيت المقدس يستقطبوه، داعش يستقطبوه، اي حاجه، او ربما جزء منهم يتحول لعنف العشوائي زي ما بيحصل للقنابل اليدويه. دي مش قنابل احترافيه، دي مجموعه 3 4 5 طلاب جامعه بيتعاملوا على النت بشكل كفء، بيروحوا يشوفوا القنبله او اي حد إزاي بيعرف يعلمه. بالظبط، فبسهوله 5 6 مع بعض يروحوا عاملين قنبله، مفجرين برج كهرباء، مفجرين جزء، فده عنف عشوائي. ولذلك حتى لما الامن بيقبض على المجموعات دي ما بيعرفش يوصل للمجموعات الثانيه، لان هو فعلا مش هرم تنظيمي يقدر يمسك منه حلقه فيصل الى الحلقات الاخرى. وده برده من اخطر شيء، يعني انت لو في تنظيم هيكل فتقبض على حد يوصلك لبقيه الايه؟ لبقيه السلسله، انما انت بتقبض على مجموعه فعلا ما توصلش للمجموعه، لان هم فعلا ما لهمش علاقه تنظيميه ربما بمجموعه ثانيه، وعلاقتهم بالاخوان سطحيه، هم جمعوا نفسهم. ده صحيح، يعني اكثر من مجموعه قبض عليها بنفس الطريقه. العنف العشوائي فيه خطوره جدا في المرحله المقبله، ولذلك يعني زي ما قلنا احنا محتاجين تاهيل نفسي، زي ما قلت في عنف مادي وعنف فكري، العنف المادي لا تعامل معه الا بالامن. واحد بيمارس العنف بشكل مادي الامن، واحد لسه في مرحله الكراهيه وفي مرحله الاحباط قبل ما يتحول الى مجرم كامل. مين اللي ممكن يلحقه؟ طيب انت حضرتك شايف المشهد دلوقتي ازاي؟ يعني عدى على مصر يعني عقود كان فيها علماء ودعاة ورموز فكرية كبيرة، كان ممكن انه من خلال ان صح التشبيه مجالس فكرية يمكن ان يتم احتواء هذه المجموعات، او من خلال الاعلام او من خلال التربية والتعليم او المؤسسات المختلفة، وزارة الثقافة يمكن تصحيح بعض الافكار، ومع كل التقدير لكل العلماء الاجلاء في مصر، لكن هل حضرتك شايف انه جزء من المشكلة انه ما تصنعش رموز فكرية كبيرة في مصر في هذا التوقيت، او انه احنا في حاجة لمنظومة مختلفة ما تعتمدش على افراد ولا علماء بعينهم، وتحتاج الى مؤسسة يمكن ان نطلق عليها مؤسسة تصحيح الفكر مجازا؟ هو مع تقديري الشديد للازهر الشريف، ولكن هو على مداره التاريخي عدد المتنورين اللي فيه معدودين. يعني محمد عبده ربما، الشيخ احمد طيب منهم ربما، يعني بعض المشايخ معدودين قلائل، لان المناهج احاديه، مناهج الازهر نفسها محتاجه لتطوير. واعتقد ان حمدي زقزوق في كتابه الاخير مع الازهر، واحد علماء الازهر الشريف، اعترف لاول مره في المجله الشهريه الاخيره في كتيب نازل معاها هوامش على العمل الاسلامي، فقال بشكل واضح ان هو مناهج الازهر محتاجه تعديل، وان هم كانوا احاديين في شرح مذاهب الاربعه، وكانهم كانوا المفروض يتحركوا بشكل متوازن على كل افكار المعتزله والماتريديه ومتصنفين من اهل السنه وحتى الخوارج وحتى الشيعه، في دراسه حره ودراسه نقديه تطلع عقليه متنوره
تفهم الامور بشكل او باخر، لان المعتزله كانت مدرسه كبيره في مدرسه العقل داخل الفكر الاسلامي، رغم ان هم مارسوا الاستبداد السياسي اثناء المامون والمعتصم، ولكن في النهايه الفكره انك تطلع واحد عنده قدره على التحليل والنقد ولا ياخذ فكره، انما اعطوهم المذاهب الاربعه وراح اعطيه المعتزله مختصره بشكل اتهامي وشكل نقدي، وان هم عقائدهم فيها مشاكل وعلماء الكلام عقلانيين بقى. بالظبط كده، رغم ان هو كان المفروض يديله دراسه متنوعه ولا يصدر حكم على احد، يعطي فرصه للمشايخ ان يخرجوا متنورين. النقطه الثانيه، ضروري ادخال علم الفلسفه في الازهر، لان للاسف الشديد كثير من المجددين في الفكر الاسلامي خرجوا من الفلسفه ودرسوا الاسلام، مثل حسن حنفي ومثل مثلا حتى عبد الوهاب المسيري وعبد الجابري وعدد كبير جدا من الغربيين اللي هم يعني اعطوا انتاج فكري متميز الفتره الاخيره، بداوا فلاسفه ثم درسوا الفكر الاسلامي والتاريخ الاسلامي من منطلق فلسفي، فاستطاعوا ان هم يعطوا. انما اللي درس المذهب اللي درس المذاهب الاربعه فقط بشكل احادي داخل المدرسه الازهريه، من خرج منهم مبدعا ومجددا افراد قلائل، اللي هو بعد كده راح درس الفلسفه. من المشكله ما فيش خلاف يا استاذ سامح فكريه، انه يتخيل ان هنا الاجماع، هنا المسائل القاطعه، هنا التفسير الوحيد الذي افهمه، انا اعبر عن الحقيقه التي اتمناها والتي اصبو اليها، وبها انا ممكن ارتقي الى فكره خاصه بي، فيكون عندي مشكله واتخيل نفسي من الناجين من النار بهذه الفكره وانقلها لاجيال اخرى. مشكله ممكن تبقى عند بعض اجيال حديثه، هم بيتلقوا على الجاهز ان صح التعبير، ما بيعملوش ما بيفكروش في ايه حجم الاختلاف اللي ممكن يكون مقبول ما بين فكره والتانيه، ده مين اللي ممكن يحدثه؟ طيب برضه حته مهمه جدا، تقديم حسن الظن لهذه المجموعات، لان انا اعتقد ان مجموعات كبيره منها بالذات القواعد بتاعت التنظيمات دي في اغلبها حسنه الظن، لان هم دول نشأوا في عصر مبارك اللي هو كان فيه نظام فاسد ونظام يعني وصل لمرحله كبيره جدا من الفساد وافقار الناس والسرطان، يعني قصدي فكانوا بيصنفوا هذه الجماعات انهم معارضين للنظام مع الاختلاف او الاتفاق، وبعدين كانوا بيشيعوا حاجه شكل من اشكال التدين، فالناس بتروح عن طريق الصلاه وعن طريق الدروس الدينيه وهكذا، وانتموا الى هذه المجموعات في ظل هذه الاجواء. يعني عند نسبه كان الموضوع رد فعل، حتى احيانا الانتخاب كان بياتي نكايه ورفضا ل وكسبوا الانتخابات على مدار النظام، كسبوا الانتخابات في دوائر كثيره جدا، ومنطلق ان هم كانوا معارضين لهذا النظام. فانا قصدي نقدم حسن الظن في الناس اللي انتمت، انا كنت واحد من الاخوان، وانا فاكر في 87 بعد ما حققنا 36 مقعد في البرلمان، والناس شايفانا بقى بنصلي وبنصوم وبنقيم الليل حاجات زي كده، فالناس كانت بتجي لنا تقول احنا عايزين نبقى اخوان مسلمين، يعني ناس كتير جدا وجموع دخلت على هذا في هذه الاجواء ان انت معارض لنظام مبارك. بعد كده حصل التحول وحصل، فانا قصدي نلتمس لان جزء كبير منهم كان حسن الظن في البدايه، ربما القيادات بيبحث عن الحقيقه من وجهه نظره زي اي بني ادم في اي مجتمع. وبعدين الدعوه كانت يعني فيها جمال، ان هو بيقول لك احنا عايزين اسلام، وان هو ايه انت عندك العدو اللي قصادك الناحيه الثانيه بيعمل دوله دينيه اللي هي الدوله اليهوديه، وكان عندك قبل كده الاستعمار هو اللي عامل لك مشاكل، والامريكان فيروحوا مصنفها لك من منطلق ديني، ان اليهود دول دوله دينيه، وان امريكا بتحاربنا من منطلق ان هي دوله صليبيه، وان الاسلام لازم يقوم عشان نقاوم هؤلاء الناس، لازم نقوم من فكره من خلال دوله اسلاميه. فكان الفكره في حد ذاتها لها منطق ووجاهه بشكل او باخر. ماشي، هو طبعا ضد يعني ضد هذا دلوقتي طبعا، ولان حضرتك عملت لنفسك يعني تطوير فكري وان صح التعبير حتى مراجعه فكريه ما، وقدرت انك توصل لافكار اكثر اعتدالا واتزانا بفضل ربنا، وده يعني نحمده في حضرتك طبعا. لكن كمان جنب ده البعض بيرى فعلا وهو محق في ذلك ان بعض الشخوص ربما تاجروا بالدين، وهنا كانت المشكله. عموما انا هرجع لحضرتك في هذا الطرح واعرف تعليقك عليه بعد ما نتلقى هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتور ايهاب يوسف الخبير الامني. اهلا بك دكتور ايهاب. مساء الخير استاذ سامح، حياة حضرتك والضيفه واهلا بحضرتك، وتعليق حضرتك على المشهد بشكل عام بعد عام من فض الاعتصامين في ربعه والنهضه. وربما انا سالت ضيف الكريم الاستاذ سامح عيد الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه عن الفيديو اللي حضرتك ربما تكون تابعته بالامس او اليوم، عما يمكن تسميته الان بكتائب الحوامديه، وهو قرأ قراءه يعني عامه، وهو انه ربما يكون هناك عنف عشوائي بيفسر مثل هذه المشاهد، لكن قراءه حضرتك الامنيه كم مطلوبه؟ بشكر حضرتك على السؤال وتحياتي لحضرتك وللضيف. الفكره مصر بتمر من بعد التحول السياسي اللي حصل فيها وبعد ان فطن المجتمع المصري والمواطن المصري الى اهميه التحول الديمقراطي في 30/6، بتمر من ساعتها بتهديدات امنيه شفناها على ايدين جماعه الاخوان والمناصرين ليها، وهم اعتادوا
من ثورة 30/6 عدم الرغبة في الانصياع للمجتمع المصري وتهديده بارتكاب جرائم، وسمعناها من منصة رابعة وما بعدها، وشفنا عمليات التفجير اللي تمت وعمليات الاغتيالات. المشهد اللي احنا كنا متوقعينه او كان كثير من الناس بتتوقعه امبارح اللي حصل اقل كثير منه والحمد لله. وبالتالي ده بيؤكد فكرتين مهمين، فكرة ان الشارع ابتدى ينسلخ عن جماعة الاخوان المسلمين ويبعد عنهم البعد الكبير، وده راجع زي ما استاذ سامح ان الناس زي ما استاذ سامح قال ان الناس ابتدت تستوعب ان التوجه الديني ما كانش هو ده الحقيقة، وان ده كان غطاء بيستغله جماعة الاخوان عشان جذب مناصرين ليها، ولكن غرضه كان غرض ثاني خالص. تجارة رائجة في بعض الأوقات يا دكتور إيهاب، أنا آسف للمقاطعة، تجارة رائجة في ليها مكاسب طبعا. وهنا لو بنحمل أي عهد من العهود السابقة هنحمله إن إحنا ما تعلمناش بطريقة مناسبة عشان نقدر نفرز ونتعلم إزاي نمارس حياتنا الديمقراطية. وده النتيجة بتاعتنا، إن لما حد قدر يضحك علينا أو يقدر يصور لنا شيء تحت مزاعم الإسلام في بعض الناس مشيت وراه، ولكن ذكاء المجتمع المصري إن هو قدر يفصل ده بسرعة ويبعد عنه. وده اللي حصل النهارده، ان جماعه الاخوان والمنصرين ليها مش شايفين ظهير شعبي يساندهم، وبالتالي بيلجأوا لاعمال عنف واعمال تخريب زي ما شفنا، بيحاولوا يقطعوا الكهرباء، بيحاولوا يعطلوا عمليات الاتصالات او يعتدوا على قوات الامن. ما هو ده اللي خلاني طرحت دكتور ايهاب، وانا اسف للمره الثانيه للمقاطعه، على ضيفي الكريم الاستاذ سامح منذ بدايه الحلقه، يعني انطلاقا من قاعده انه ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى انه حتى نفهم يعني ما قيل في هذا الفيديو الذي أشرت إليه مع حضرتك، محتاجين إن احنا نحرر عقولنا، ربما نتفق على إنه هذا الفيديو يعبر عن إجرام وإرهاب وليس في هذا شك، ولكن ما بين السطور من ضمن ما قيل إنه يعني هم يدافعون عن الإسلام وعن من ارتكب في حقهم بعض الجرائم باسم الأمن كالتعذيب أو القتل أو الاغتصاب أو ما شابه، فإيه الرد المناسب على ده؟ وأنا ده اللي بدعو حضرتك ليه. أنا شفت الفيلم الفيديو اللي حضرتك بتقول عليه ده مقطع على اليوتيوب، وأنا يهمني هنا أن أنا أتكلم عن مواطنين من خلال منبر حضرتك في كذا نقطة. أولا إحنا مش لازم ننساق ورا حبة هواة صحيح بيعملوا بيستغلوا الميديا السوشيال ميديا او وسائل التواصل المجتمعي ان هم ينشروا البلبله في المجتمع. لا ده هو كمان واضح ان هم بعد ما حملوه كمان سحبوه بسرعه، يعني المعلومات المتوفره ان هم سحبوه انه توفر من خلال موقع اخر بعد كده. بالزبط. يعني واضح انه كان في حاله من حالات التخبط في نشره وفي منعه مره ثانيه. بالظبط. وطريقه كلام الشباب اللي كانوا في الفيديو ده بيدل على ان هم ناس مش لهم محترفين، ولا هم عندهم معلومات كافيه، وعندهم تخبط شديد جدا، مش عارفين هم بيدينوا سواء قوات مسلحه او شرطه، ما لهمش مرجعيه في اللي هم بيقولوه. اللي لفت نظري ومعرفش لفت حضراتكم ولا لا، هو ان كان في مواطنين بيعدوا جنب هؤلاء الاشخاص وهم بيسجلوا الفيديو بتاعهم، وده بيخلينا نقول ان هم كانوا بيستغلوا مظهر من المظاهر ان هم كانوا بيعملوا فيلم او حاجه قدام المواطنين. فبالتالي ما كانش الناس فاهمه ان ده هيتم ترويجه بهذه الطريقه، والا كانوا بلا شك مع التعاون اللي بيحصل مع جهاز الامن دلوقتي كان حد من المواطنين اللي كان معدي كان هيبلغ جهاز الامن. طيب في اطار الحشد اللي حضرتك رصدته وردود الافعال اللي حضرتك شفتها معانا كلنا تقريبا انها اقل مما كنا نتوقعه، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا وانتهاءا، السؤال ودي ربما يكون قراءه يعني ادعو حضرتك لتاملها معي، هل مثل هذه التصرفات في الفيديو او ما شابه، احنا مش عايزين نديله حجم أكبر من حجمه، هل هو نوع من أنواع يعني زر الرماد في العيون أو حفظ ماء الوجه، يعني هددوا وملأوا الدنيا يعني تهديد بذكرى مرور عام، وفي النهاية الحمد لله ما كانش المخطط بنفس الدرجة اللي هددوا بيها؟ لا انا حساس بحياتك، هو الفيديو ده لا يمثل اي شيء بالنسبه لنا جميعا، ويمكن زي ما حضرتك تفضلت احنا ما نعلقوش اي اهتمام، ولكن على جهاز الامن، وانا سمعت من المتحدث باسم وزاره الداخليه او مدير الاطار العام للامن والعلاقات ان هو قال ان جهاز الامن شغاله في محاوله كشف مين دول ومحاوله ضبطهم، وده مهم جدا لان هم هنا بيقدروا السلم والامن الداخلي بنشر بيانات وهميه، انما هل العيال دي ممكن تعمل حاجه ولا لا دول ناس وهميين مش ممكن يعملوا اي حاجه. الفكره ان احنا النهارده الدعم اللي موجود من المواطنين لجهاز الامن دعم رائع، بنتمنى ان هو يزيد في المرحله اللي جايه من خلال دعم المعلومات والتواصل بالمعلومه لان ده مهم جدا. الشيء الثاني اللي احنا عايزين نقوله ان جهاز الامن النهارده بيقدم تضحيات، ولكن مازال بيحتاج الى كثير من التطور والاجهزه، فيمكن يبقى في دعم لوجستي في المرحله اللي جايه لجهاز الامن يقدر يمكنه بصوره افضل، وكل ده في اطار ان احنا بنبني مصر. بيهمني جدا من خلال خطاب حضرتك وشخص محترم زي استاذ سامح ان احنا نبتدي نوعي الشباب ان احنا مش لازم ننقص. طيب عند النقطه دي تسمح لي اقول لحضرتك سيادة اللواء، الحقيقة الأمن يعني عرف في مصر
في لحظة من اللحظات على أنه خط دفاع أخير، يعني سواء بمعناه الشرطة أو الجيش في لحظة من اللحظات، وبناء عليه تحمل عبء كثير في لحظات مختلفة، يعني حتى قضايا فكرية مثل عبدة الشياطين، وربما كان هناك إشارات لذلك في مرات سابقة. السؤال هنا، الأمن دائما ورجاله ما يؤكدون على أنه الجهود الأمنية وحدها ليست كافية، وأنه محتاجين لجهود فكرية ولجهود توعوية ممكن يمثلها في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء في هذا الشق الأستاذ سامح، لكن كمان مطلوب رأي حضرتك، وده سؤالي الأخير ليك، تفضل يا فندم. بشكرك جدا، ويمكن ده الجزء اللي كنت عايز اتناوله مع حضرتك، وانا مستغل صحبتك الكريمه ومنبرك الرائع في ان احنا نوصل للناس معلومه ان احنا مش لازم نبقى نقيضين، احنا لازم يكون لنا اتجاه واحد، لازم نبتدي نبني مصر سويا، ولازم نعرف ازاي نتحاور مع بعض من خلال الديمقراطيه. ويمكن استاذ سامح من خلال خبرته قبل كده في المناحي اللي مر عليها في حياته يقدر يفيد في هذا الاتجاه ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه علينا ان احنا نوعي خطابنا الاعلامي ونوعي خطابنا التعليمي وخطابنا الديني، لان في النهايه احنا كلنا شعب واحد، ممكن جدا نختلف طول ما احنا ما بنرتكبش اي جرائم او ما بنهددش بعض، وبالتالي نقدر نبني مصر في المستقبل ان شاء الله. هذا الامن انا عايز اوجه له تحيه، هو وقوات مسلحه في المجهود اللي هم بيه بعد اذن الله. طبعا طبعا، واحنا بنضم صوتنا لصوتك، ويعني انا بشكرك على اتفاقك طبعا مع الاستاذ سامح ومع كل المخلصين في مصر، ان احنا محتاجين لجهود كبيره في الامن وفي تطوير الفكر علشان بلدنا تعيش وتستمر بصوره افضل. بشكرك شكر جزيل سياده اللواء الدكتور ايهاب يوسف الخبير الامني، وبرجع لضيفي الكريم الاستاذ سامح عيد الكاتب والباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الاسلاميه. ربما تكون استمعت الى ما قاله الدكتور ايهاب، وطبعا ربما يكون لحضرتك تعليق، لكن هو سؤالي اللي في هذا السياق والاهم، يعني احنا متفقين على ان احنا محتاجين نحدث تطوير فكري، اذا من يقوم بذلك وكيف ومتى؟ يعني تمام، هو زي ما قلت لحضرتك فعلا ان هم حملوا الامن اكثر مما يحتمل، صحيح، لدرجه حتى المراجعات الفكريه اللي كان بيديرها العميد رأفت او معرفش الله يرحمه رحمه الله عليه اللي هو توفى، يعني كان بيروح السجون مع يجيب معاه عاصم عبد المجيد احيانا، ومره معرفش الشيخ الشعراوي ومره كذا، عشان يدير هذه الايه الحوارات، يعني حتى اللي كان بيدير الحوارات كانوا رجال الامن، كان مطالب منهم ان هو يذاكر المناهج الفكريه، يعني بعضهم خد رسائل ماجستير ودكتوراه يعني كتب الاخوان، يذاكروا كتب الاخوان، طب السفاره الجهاديه يذاكروا كتبهم، وده يعني عبء اكبر مما يحتمل جهاز الامن. فانا قصدي الفكره الاساسيه والمحوريه في موضوع الفكري، انا مش بقول له هات الافكار اللي عندك الاسلام المزيف وخد الاسلام المعتدل، الموضوع ما يجيش كده خالص. الفكره المحوريه واللي هي الخطيره جدا، وللاسف الشديد في جموع، يعني في فرق بين الاخوان، في ناس لا شاركت في رابعه وبتكره الاخوان، وشاركت في 30/6 وشاركت في 3/7 ومع الدوله المصريه، ولكن متفقين مع الاخوان في الفكر اللي هو فكره ان احنا عايزين نرجع الاسلام، عاشوا في السعوديه فتره طويله فمتخيلين النموذج السعودي ده يناسب المجتمع المصري، وهذا غير حقيقي بالمره ده، وده عايز بقى تفسير وتوضيح وقراءه للمشهد. القراءه للمشهد مش بقول له هات اللي عندك وخد اللي عندي، الموضوع مش كده، الموضوع بنفتح حوار متسع الافق. حتى حزب النور انا شايف ان حزب النور عنده عنف فكري، لما يجي يقول لك تتجوز المسيحيه بس تكرهها وما تحبهاش، اللي هي بعض الرموز قالوا الكلام ده يعني ما تعيدش عليها، لا وما زال عندهم جزء من العقيده المخالفه لعقيدتنا، وما زال عندهم فكره ان الدوله القطريه دي ضد الدين، رغم ان هو ده التطور الانساني. يعني الدعوه بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هي تحركت في الاول وانتشرت، وبقى دلوقتي 1.7 مليار على مستوى العالم، المسلم في امريكا بيمارس صلاته وعبادته وبيبني مساجده بكل حريه، وبياتي بقراء القران من هناك، ويقيم العيد ويقيم كذا، هذه ليست دول محتاجه لفتح من جديد، ما زال هناك من يرى انه لابد ان نقيم دوله اسلاميه. بالعكس، انا شايف ان التطور الانساني، الرسول عليه الصلاه والسلام استطاع ان يجمع القبائل تحت رايه الدين، انتهى الموضوع. وهو الدوله الاسلاميه استاذ سامح، ما هي برضه في اسئله كتير مطروحه، ما دي بقى عايزه وزمن، احنا عايشين النهارده عن زمن فات، وربما يعني نحن في زمن نحن في احتياج شديد لمن يمكن ان ينقح ويصحح ويتاكد من صحه بعض الاحاديث، وبعض العلوم انتشرت من خلال الفضائيات ومن خلال الانترنت، فاصبح واجب على العلماء ان هم يصححوها بالزبط. يعني في امور كتيره اتعقدت، انت عارف طبعا مشاكل اسيره، هل دوله الاسلام لم يكن يعيش فيها مثلا اهل الكتاب او من ليسوا اصلا على دين سماوي؟ يعني ما كان ده موجود، ده في اجماع فقهاء ان من حق غير المسلم ان هو يشرب الخمر في الدوله المسلمه، وده كان اليهود بيشربوا الخمر وبيبيعوها في الاسواق في المدينه. المشكله انا قصدي الموضوع مش عايز هات الاسلام الوحش اللي عندك وخد الاسلام المعتدل بتاعي. جميل. او بتاع الاصل، وبناء عليه هناك بعض الائمه مثل الامام الشافعي، وانا طبعا لا يعني استعرض، بالعكس ده انا برجو من حضرتك انك انت تضيف لي، لانه حضرتك اكيد ذاكرت اكتر مني،
هذا رأي، فمن جاءنا منه ما أفضل من جاءنا بأفضل منه قبلناه، ومن قال لا أعرف فقد أفتى، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. دي أمثلة، ورأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. يعني فكرة تصحيح فكرة ادعاء الحقيقة المطلقة أو امتلاك الحقيقة المطلقة، واللي تعطي رخصة بالقتل. يعني لو اتفقنا على حد أنه القتل يعني آخر شيء ممكن ترتكبه البشرية، ربما يبقى فيه فسحة من الخلاف نقدر نتعايش معاه. حتى مع تقدير المهم الأئمة الأربعة، ولكن الأئمة الأربعة كما يقول التاريخ أنه تجنبوا السياسة، لأنه الأئمة الأربعة تعرضوا بسبب بعض الآراء الفقهية ل يعني الإمام مالك جلد عاريا وخلع كتفه، الإمام حنبل سجن عدة سنوات وجلد فترة طويلة جدا، الإمام أبو حنيفة أيضا سجن لأنه رفض منصب القضاء، الإمام الشافعي لما عرف أن الوشاية راحت ليه السلطان هرب إلى مصر، وأيضا العراق والحنابلة هو كان في العراق وراح مصر عاش فترة، وبرضه وغير كتير من فقهه بالمناسبة، وغير كتير من فقهه، وبرضه تعرض لنكاية من أتباع الإمام حنبل، وربما بسببهم يعني مات أو هو كان مريض يعني في الآخر. فأنا قصدي كلهم تعرضوا في فكر السياسي للاضطهاد، فاضطروا ان هو تعمقوا في العبادات وفي المعاملات اكثر، وتركوا اي حاجه تخص السياسه. اللي اتكلموا في السياسه اكثر المعتزله والخوارج، انا قصدي القرايه العامه النقديه. يعني حتى دي نقطه مهمه جدا، يعني من تحدثوا في السياسه اكثر باسم الدين، حضرتك اشرت الان الى انهم كانوا اكثر يعني المعتزله والخوارج، يعني الائمه الاربعه مصرين ان الامام من قريش، وهذا الحديث انا شايف ان هو موضوع وان هو ليس لا اي، لانه اصلا ضد الاسلام جه ليس العربيين على اعجمين الا بالتقوى، فضل الا بالتقوى، ده قران. فانا قصدي ما يجيش يبقى في حديث الائمه من قريش بتاع الائمه من قريش، ولكن الائمه الاربعه عشان اللي كان بيحكم الامويين والعباسيين. ولو انت رديت هذا الحديث يبقى انت مش بتتكلم حديث، انت كده بتطعن في السياسه. هل في الدين ما يشير الى يعني انا ارجو انه برضه الساده المشاهدين يعذرونا انه يعني حديثنا خد منحى فكر، لانه مهم جدا في تحليل الظاهره اللي احنا عايشينها والازمه اللي بتعيشها منطقتنا كلها ومصر طبعا بالاخص، وربما يكون ده باذن الله يعني طوق نجاه لينا من الفكر المتطرف. هل في الدين الاسلامي ما يدعو لطلب السلطه باسم الدين؟ ليس في الاسلام سلطه دينيه، وليس في الاسلام رجال دين، واي ادعاء من هذا الامر هو نوع من انواع الكهانه التي مورست في العصور الوسطى في الدوله المسيحيه. هل مورست في الدوله الاسلاميه؟ مورست في الدوله الاسلاميه على فترات طويله جدا. الامام كان بيحكم على اساس منطلق الحديث الامام من قريش، او ان انا من بيت النبي فلي اولويه في وكانت بتاخد بعد دين، كان الخلافه وكانت البيعه اللي بينقض البيعه ما مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، كان بتتروج الاحاديث ضد خلع البيعه وضد معارضه الامام، وكان يقول لك ان هو وان جلد ظهرك وسلب مالك انك تصبر على وان 60 سنه من مستبد افضل من يوم بلا سلطان. يعني كان بتروج لاحاديث واقوال من منطلق احنا عندنا مشكله قبول الاستبداد سامح في فكره الثوره في الفكر الاسلامي نفسها، يعني الى اي مدى هي موجوده في الفكر الاسلامي او مستورده من افكار تحريم الخروج على الحاكم، يعني وبعدين ممكن يشرع الخروج على الحاكم وهناك تبريرات وهناك كان اسهل حاجه انا عايز استفيد كمان من نفس النقطه، انا بطرح على حضرتك لماذا تعشش بعض الافكار مرتبطة بعودة المعزول محمد مرسي في بعض العقول حتى الآن؟ ما هو المشكلة ان هم لماذا دي مسألة فكرية هم اعتمدوا برضو على مفاهيم حصلت بعد الرسول، رغم ان كل حصل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن دينا ولكن كانت اجتهادات بشرية. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ممارساته السياسية والاجتماعية، الرسول كان معصوم من المعصية صلى الله عليه وسلم، صحيح. انما الأخطاء الاجتماعية والبشرية لا، ده في خمس تعديلات في القرآن، تصويبات اجتماعيه مش معصيه، ان هو كان مره حرم اكل المغافير فنزلت الصوره لما تحرم احل الله لك، ومره في غزو بدر الاسرى، ومره كذا موقف ينزل القران ليصوب مواقف اجتماعيه وسياسيه وليست معصيه، مواقف اجتماعيه وسياسيه للرسول عليه الصلاه والسلام. وطبعا الحديث المعروف لما قال لهم ابروا النخل وقال لهم بعد ذلك انتم اعلم بشؤون دنياكم، بلاش كده. مره الرسول عليه الصلاه والسلام واحد جيش تكلم من جواره بيعملوا وحش وبتاع وكلام من ده، فنعمل ايه يا رسول الله؟ فده موقف اجتماعي، فالرسول قال له خد متاعك واطلع على الطريق، والناس اللي هتعدي عليك تساله قول لهم اصل جاري ما عرفني في عيشتي وبتاع وكلام من ده، فزي ما تقول جرسه في الايه؟ في فاضطر الراجل يتحايل عليه ويقول له طب تعالى ارجع ومش هعمل لك حاجه. طب دلوقتي واحد ساكن في عماره فيها 100 شقه ده هيكسر وراها الزير لما اوصف تعبيري، وبعدين وبعدين المتاع زمان كان مرتبه وزير وبتاع حلتين، فبسهوله يحطوه على كتفه ويطلع بيهم الشارع.
انما دلوقتي واحد هينزل بمتاعه ويسيب الشقه اللي شاريها بنص مليون جنيه مثلا ويقف في شارع فيصل عشان جاره اتفق الواقع بقى مزعله. فانا قصدي المشكله بقى انك انت حرفيه النص، انك تاخد النص بشكل حرفي اللي يطبق في عصر معين. للاسف الشديد في ناس مصممه ان هو يعني يقضي الخلاء كما يقضي الرسول عليه الصلاه والسلام. وحتى كان في حادثه يعني كوميديا مشهوره حصلت في الصعيد ايام الجماعات الاسلاميه، فعزمهم على الفطار وبيحط لهم بقى الفطير والعسل وبتاع وكلام من ده، فجي كسروا الطبليه، فقالوا الرسول ما كانش بيقعد على الطبليه وده منافي لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. فكمل الاكل، طلعوا كانوا جايين بعجل، بعد ما خلصوا طلعوا كانوا مكسرين العجل كله، فقال لهم الرسول ما كانش بيركب عجله. فانا قصدي فكره الرجوع الى عصر الرسول عليه الصلاه والسلام بوضعه البيئي، عصر الرسول كان مجتمع بدوي عايشين في الخيم. فانا قصدي احنا محتاجين مفكرين يعني. اسمح لي اطرح على حضرتك بس هو النقاش والحوار. انت ما تقولوش هات الصح هات الغلط خالص صح. صحيح. ما هو انت تفتح حوار منفتح، احنا عايزين نفتح حوار وعايزين تامل لبعض افكار. يعني سيد الانام صلى الله عليه وسلم ربما يعني في اجتهاد شخصي مني وانا مسموح لي وده مشروع ما هوش مجرم طبعا، ده اجتهاد براحتك، ممكن يكون جاء في منتصف الزمان ان صح التعبير، بمعنى انه يعني في عصور سابقه للمصطفى صلى الله عليه وسلم كانت البشريه بتعيش في بدائيه اكثر من ذلك، ربما ما كانش تعرف البناء للبيوت، ربما ما كانش تعرف الاستخدام الامثل لابيار المياه، ولكن يعني التقدم الذي نعيشه الان ليس من الـ من الـ من العقلانيه ان نتنازل عنه للعوده للحياه في الباديه. حتى الوقت اللي جه فيه الرسول عليه الصلاه والسلام كان فيه امبراطوريات زي الفرس والروم، وكان فيه في اثينا حضاره، ولكن هم كانوا في مجتمع بدوي غير حضاري، فكان بياكل بايده وبيتعامل بمنطلق المنطقه اللي هو عايش فيها، بيعيش ببيته. لما راحوا بعد كده الشام وبتاع تطوروا وعاشوا في القصور ولبسوا بعضهم يعني حتى السيد السابق، يعني كنت انا ماشي بقى بموضوع تحريم الذهب وحاجات زي كده، ولما الاقي حد لابس زبده ذهب فوجئت ان السيد السابق نفسه كاتب ان هم رغم ان الرسول خد مره خاتم ورماه، فالسيد السابق الاخواني كاتب في اخر السطر في تحريم الذهب ان قال لبسوا سعد بن وقاص وعبد الله بن عباس ومش عارف لما راحوا فين الشام، لان قال لك بقى ان هذه كانت كراهه تنزيهيه وزالت. ليه؟ انت قاعد في مجتمع بدوي فقران مش لاقي ياكل، لما انت تلبس حرير وذهب يبقى بتستفزه. لما راحوا الشام وراحوا العراق ولقوا الدنيا فخفخينه وكل الناس لابسه زي الفل وبتاع وكلام من ده، فقال لك لا دي كراهه تنزيهيه ولابسوا زيهم. وحتى معاويه بن ابي سفيان كان بيمشي في موكب ويشيلوه على الخشب وعمل هيضمان، ولما جه عمر انتقده قال له ما نبعدش كتير عن موضوع حلقتنا، وان كان الحديث مع حضرتك في هذه الاطر واطر فكريه طبعا طيب ومبارك ان شاء الله، لكن من بين اسئله بكرر سؤالي مره ثانيه، هل التمسك والعوده بالرئيس المعزول محمد مرسي مثلا ممكن تكون مبنيه على افكار عقائديه من حضرتك ولا افكار سياسيه؟ لا يعني منطلق ديني فكره ولا ضغط سياسي، لانه يعني عند كتير منهم برضه في قناعه بانه من المستحيل ان يعود. لا ما هو فكره البيعه اللي هم عاملينها، وان هو ما فيش حد لما عمر لما عثمان عفان، وده اعتقد انه كان موقف سياسي خطر لعثمان عفان لما حصلت عليه ثوره، قال لا اخلع قميصا البسني له، وكان الخلافه دي حاجه جايه من عند ربنا. وطبعا ده خطا من الناحيه الفكريه واعتقد من الناحيه السياسيه من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، والخطا السياسي ما فيهوش مشكله يعني رغم انه من العشره المبشرين بالجنه بالظبط. فهو اعتبروا فكره البيعه ان لا يخلعه الا اهل الحل والعقد، وعندهم كبيره جدا، ودي احد اسباب الامراض النفسيه اللي بيسموها خيبه الامل. يعني خيبه الامل دي كفيله ان تضيع اي حد. صحيح. حد نفسه في طب ناس بتنتهي احيانا ساعه نتيجه صراع ليه بسبب خيبه الامل. خيبه الامل ان هم كانوا بيتكلموا عن حاجه اسمها الدوله المدنيه والدوله المكيه. الدوله المكيه دي الصبر والاستكانه والتعذيب، الصبر على التعذيب والمهادنه وهكذا. رحت بقى لدوله المدينه القتال والجهاد وبتاع. فهم تصوروا ان هم وصلوا لمرحله، وهم كانوا بيقولوا اعضائهم كده، ده جهاد 80 سنه ابائكم واجدادكم الاخوان المسلمين ماتوا عشان يوصلوكم المرحله دي اللي هي مرحله الايه؟ التمكين. فانتوا وصلتوا للدوله الاسلاميه. وبعدين بقى في ظل فكرة الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية اللي هو عملها محمد مرسي، بدأت ناس تحصل على مناصب وكلاء وزارة ومديرين إدارات ويتوعدوا بحاجات، فجأة تنزلوا من فوق للسجن. فلا خيبة الأمل دي كفيلة أنها تحطم نفسية أي حد، موقف نفسي خطير، واحد صابر على الأذى فترة طويلة من وجهة نظره بأنه بيدافع عن الدين، وبعد كده وصل إلى التمكين ما يسمى بين قوسين التمكين، ليصعد بقى إلى السلطة وإلى النفوذ وإلى التوكيلات التجارية وإلى المال وإلى المناصب. طيب أنا عشان وقتنا ما يداهمناش، ويعني الحقيقة بعض الأمور ربما تكون فاتتنا ولكنها يعني من القضايا المبحوثة طيلة الفترة الماضية، لكن بشكل عام هل التقت كل هذه الأحداث وكل هذه الشبهات مع مخطط يحاك ضد المنطقة ومصر بالأساس التي لم يبقى في المنطقة جيش إلا جيش مصر، وكل هذه الأمور بتدور في إطار ما يمكن الإقرار بأنه مؤامرة على المنطقة، وللأسف التقت المصالح، لأنه
حضرتك أكيد بتتابع أحوال تنظيم داعش الذي أعلن دولة في العراق وغيره من التنظيمات سواء في ليبيا أو غيرها اللي بتبحث عن صور مختلفة برضو في مخيلته. تمام، يعني أعتقد أن هو فكرة الموضوع أن في مؤامرة ده أصبح من المعلوم من السياسة بالضرورة. وبعدين المؤامرة مش من دلوقتي، ده من أيام الإنجليز ومن أيام سعد زغلول. المؤامرة الحقيقية أن فكرة قيام دولة مدنية حديثة على النظام الحديث المدني في مصر أو في الدول العربية شيء مرفوض، لأن هو الدولة المدنية الحديثة قايمة على فكرة البراجماتية والتعاون المشترك وقابلة للتطور وبتدي مساحة للاسترخاء النفسي لتنتج علميا واقتصاديا وفكريا. وده خطر، لأن هو العالم الغربي من ناحية السياسية عايش على فقرك، عايش على جوعك، عايش إن هو يصدر لك السلاح ويصدر لك العلم ويأخذ منك البترول. فالموضوع موضوع مصالح، فإيه اللي يعمل مشكلة في المنطقة دي ويمنع قيام الدولة المدنية؟ الأصولية الدينية والإسلام السياسي، وإنك تقسم المجتمع لمسلمين ومسيحيين، وبعد كده تقسم المسلمين لسنة وشيعة، وبعدين تقسم المعارف المسيحيين وهكذا، وتشيل وتشعل الصراع الديني. وده حصل أم سعد زغلول. يعني سعد زغلول كان دولة وطنية، المسيحيين وقفوا ضد مع المسلمين، كله بيقاوم المحتل بشكل واضح واصطفوا. هذا الاصطفاف كان لازم يجي له حسن البنا عشان يقول طيب برضو الخلافة الإسلامية يعني يقسم المجتمع نصين. ما استطعنا أن نستنتجه مما يحاك ضد المنطقة ومصر طبعا، أنه كما لو أن هناك صناعة غربية لأنظمة بترفع شعارات إسلامية، ولكنها صناعة لأنظمة على حسب ما ترى القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لها فيها مصالح، بمعنى أنه يعني كما قيل نصنع إسلاما على هوان. يعني إلى أي مدى ممكن ده يكون جزء كبير من المشكلة اللي احنا عايشينها الآن؟ لا، هو مش إسلام على هوان، هو بيصنع على هواك، على هوا المتشددين والمتعصبين. يعني ده كمان ما حصلش. يعني هو المشكلة فكرت نزاعات كتيرة في المنطقة. المشكلة من أفغانستان للأسف الشديد تورطت مصر والمملكة العربية السعودية في هذا الأمر. لأن كان المفروض في ظل الأمم المتحدة وفي ظل مجتمع إنساني يبني الحدود القطرية، حتى لو إحنا كان لنا اعتراض على ما يحدث في أفغانستان على الشيشان، نعترض عليه منطلق إنساني ومش منطلق ديني. إنما كان مش مصلحة أمريكا عايز تحارب الشيوعية الملحدة، وعندهم الحاد وعندهم كل حاجة هناك، إنما هو عايز يجيب ناس من السعودية وناس من مصر تحت شعار حرب الإلحاد وحرب الكفر، لأنهم قال إيه بيغتصبوا النساء، نفس فكرة اغتصاب النساء الأولى دلوقتي في مصر، عشان يثير مشاعر المسلمين ويقول لك اغتصاب النساء ومعرفش إيه والأعراض، ويروح مهيج الناس المصريات دفعوا ذهبهم ودفعوا كذا ضد حاجة ضد مصلحة الأمة العربية. ليه؟ لأن أنت بتعمل حرب دينية وتخرج ناس. طب الناس اللي خرجت من عندك هواة راحوا أفغانستان من أول الثمانينات بدعم مصري وبدعم خليجي واموال. يعني اللي عايز اوصل له مع حضرتك انه الحرب الدينيه ليست في النهايه فكره موجوده في الاسلام، هي فكره دخيله عليه، وان الاسلام دين لتعايش المجتمعات والقبائل خلقناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا بخطب المجتمعات كلها. احنا وصلنا جزء من المؤامره هو فكره دخيله من افكار اخرى على الاسلام، واحنا للاسف بنصدقها. وصلنا مرحله المجتمع الانساني، الدوله القطريه المدنيه التي يتعايش فيها المواطنين من منطلق التساوي، دي الحفاظ على دي التطور بعد مرحلة الدين. مش التطور بعد مرحلة الدين احنا سيدنا الدين، لا، احنا سيدنا كل الناس تمارس شعائرها بكل حرية. سيدنا المسيح يمارس شعائره بكل حرية، المسلم يمارس شعائره بكل حرية، وهذا مش بيحدث عندنا، بيحدث في المجتمعات الغربية. فإذا كان الغرب سايبك فبمنطلق من هذا المستوى تسيبه. يعني ازاي انت تسمح له؟ هو بيسمح لك تفتح جامع وانت هنا عايز تضيق عليه وما تديش كنيسه؟ ده في مشكله في بناء الكنائس، حرقت كنائس. ويعني ما فيش داعي بقى ان احنا نطول اكتر من كده، لانه للاسف المشاهد كلها احنا حافظينها، لكن نتمنى طبعا ان الغد يكون بيحمل الخير لمصر ولامتنا العربيه والاسلاميه. بشكرك شكر جزيل استاذ سامح عيد، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، على تشرفنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه من المشهد، على امل اللقاء، دمتم في امان.